اهلا بيكم وسعداء جدا لوجودكم معانا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وعندنا كلام كتير يتقال عن ماتش امبارح. نبدا بقى امبارح يا كريم. لازم نبتدي من فين يا حضرات؟ زي ما انتم عايزين سامي بقى طبعا. طيب سامي طبعا استاذنا ورؤيه حضرتك للقاء الامس وعنوان المباراه بالامس، يعني هل احنا فعلا هنضم صوتنا للناس اللي قالت لك عنوان المباراه بالامس الفرص الضائعه ولا لا؟ انا كتبت فعلا الموضوع تحليل على الماتش امبارح، وقلت الاهلي حط نفسه في ازمه حقيقه. يعني كنا انا انبهرت بالاداء في الشوط الاول، وهدفين في وقت قصير جدا، اقل من نص ساعه، وفرص متواليه تنبئ ان الاهلي ماسك الماتش جامد جدا، وممكن يخلصه بهدف قاتل ثالث يعني. ولكن الهدف يعني غاب كتير جدا او ما جاش اساسا، وانا وغيري وكل الجماهير اللي كانت في الاستاد في حاله استغراب من الفرص الضائعه الكثيره. فطبعا يعني أسوأ ما كنا نتوقعه ان شباك الشناوي تصاب بهدف في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول. ده ضايق حضرتك اكتر، الهدف اللي دخل شباكنا ولا الفرص الكتير اللي ضاعت؟ الاثنين. يعني انا مش مشكله على فكره ان الاهلي او اي فريق يجي في جون، المهم ان انا امن النتيجه من بدري، وده كان متاح، يعني كان متاح بشكل واضح جدا. صحيح. شوط مثالي في وهدفين في اول 24 دقيقه والدنيا مفتوحه. يعني ليه احنا ضاعت الفرص الكثيره دي وخلت الفرقه في موقف صعب مع الهدف المغربي؟ رغم الفوز احنا مش مبسوطين، يعني عارف حضرتك اللي هو او مش راضيين خلينا نقول. فهي دي بقى النقطه، يعني تخيل تبقى فايز ومش مبسوط. بالظبط كده. ما يعني حصل الضربه، الهدف اللي جه في اخر دقيقه من الشوط الاول، كان عندنا 45 دقيقه ممكن نصح فيهم المساله، لكن ده ما حصلش. صح. طبعا يعني في حسابات المباراه الاقصائيه 2-1 دي نتيجه لعينه، يعني مش سهله، يعني بتفرض عليك في ماتش العوده تكتيك معين وحسابات معينه، ان ما فيش هدف يخش يسيب شبكنا بشباك النادي الاهلي باي حال من الاحوال، وبالعكس ان انت لازم تدور على هدف اخر، فبالتالي بيبقى حمل على الفرقه يعني في الماتشات الاقصائيه. والاهلي مطالب قدام جماهيره وقدام تاريخه ان هو يدافع عن لقبه، ان هو في حوزته بقاله نسختين ومضاف ليها ميداليه برونزيه في مونديال الانديه نتيجه هذا الانجاز. وطبعا الجهد كبير جدا من الفرقه ومن الجهاز الفني والاداره بقياده الكابتن الخطيب في يعني استهداف اللقب للمره الثالثه على التوالي. يعني انا مش عايز اقول ان انا قلقان بقدر ما انا زماله نهاوند زعلان، يعني زعلان على النتيجه، بس عندي ثقه ان في حاله الصفاقه في الماتش الجاي في العوده ان شاء الله كله هيفكر ازاي يامن التقدم بهدف ده. انت ما زال في رصيدك هدف، دي ميزه يعني، وصحيح يعني ما زال وده هيخليك تلاعب الفرقه الاخرى تحت الضغط، لازم تضغط عليها. يعني الضغط الفني يتكلم عليه ماهر، انا بتكلم على الضغط المعنوي.